يدعي البعض أن مسألة العذر بالجهل خلافية، فما هو الحق مع التفصيل؟ أولا، اشتغال طلبة العلم والمبتدئين بهذه المسألة العظيمة لا ينبغي، لا ينبغي لهم يشتغلون بهذا، لأنهم يسهلون على الناس الكفر والشرك، يقولون أنتم جهال ولا عليكم. ينبغي أنهم يمسكون عن هذا الشيء، لا يفتحون للناس الأبواب التي تسهل عليهم البقاء على الشرك والكفر، بل يحذرون وينذرون من هذا ويخوفون الناس، ما يقولون لهم والله أنتم جهال والجاهل معذور وما أشبه ذلك. هذه مسألة خطيرة لا ينبغي الدخول فيها إلا لأهل الاختصاص وأهل العلم، وأما الطلبة والمبتدئون لا يجوز لهم الدخول والخوض في مسألة العذر بالجهل. هذه تحتاج إلى تحرير وإلى شروط وضوابط لا يعرفها إلا خواص العلماء. نعم.